أنجزت وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني بالتعاون مع المجالس البلدية أكثر من 423 طلبا ضمن مشروع تنمية المدن والقرى وذلك منذ بداية العام 2019 وحتى منتصف العام 2020 وخلال العام 2019 تم ترميم وصيانة 67 منزلا ضمن مشروع تنمية المدن والقرى وفقا للآلية والمعايير المعتمدة وحسب الأولويات التي يتم رفعها من قبل المجالس البلدية وأمانة العاصمة. وخلال العام الجاري تم الانتهاء من صيانة 78 منزلا فيما يجري العمل حاليا على ترميم وصيانة 44 منزلا آخر ضمن المشروع.